السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. إن شاء الله النهاردة هعمل ورقة اللحمة في طاجن زي ما انتوا شايفين كده، وده كان غدانا النهاردة، وعملت جنبه طاجن رز معمر. تمام، انا مصورة قبل كده طاجن الرز المعمر بيتعمل ازاي، فالنهاردة بقى هنتابع مع بعض طريقة عمل ورقة اللحمة. ورقة اللحمة دي انا عملتها في طاجن زي ما انتوا شايفين كده. الطاجن بيدي روايح جميلة جدا للاكل بصراحة، بيخلي طعم الاكل وريحته تبقى فظيعة. في ناس بتعملها في صينية ورقة اللحمة دي، بس الاحلى ما بتكون في طاجن. تعالوا بقى نشوف كده المقادير مع بعض. اول حاجه معايا بطاطس مقطعها كده زي ما انتم شايفين كده قطع، ومعايا كمان طماطم قطع وطرنشات فلفل، ومعايا جوز الطيب والمبشره طبعا اللي ببشرها بيها، وده ثوم مهروس معايا، ديت نص معلقه ملح وشويه فلفل اسمر، ودول 3 معالق صلصه. دي بقى البهارات اللي انا بحب احطها في الاكل، ملح وفلفل اسمر وشطه، بهارات فراخ، 7 بهارات، وده كان كمون. معايا كمان بصلية كبيرة مقطعة جوليان زي ما انتم شايفين كده. دي لحمة بقى انا اديت لها صدمة الاول، وبعد ما اديت لها صدمة واحمرت كويس حطيت لها نص كوباية مية، اما شربتها وبقت نص سوا كده على نار هادية، طفيت عليها. في ناس بتحطها نية بس ما بتكونش مستويه قوي، او عشان تستوي قوي البطاطس هتتهرى. تمام، في ناس بتحط في ورقه اللحمه خضار كتير مشكل، في ناس بتعملها بلحمه وبصل بس، احنا بنحب مع البطاطس. اول حاجه بحط البصلايه كده وادعكها بشويه ملح وفلفل اسمر، وطبعا قبل ما بدعكها بحط عليها بقى ابشر عليها جوز الطيب، وحطيت لها طبعا الملح والفلفل الاسمر زي ما قلت لكم كده، وابدا ادعك بقى البصله بجوز الطيب والملح والفلفل الاسمر. تمام، هدعك بقى كده البصلايه. في ناس بتحطها من غير ما تدعكها، بس لما تدعكها بتبقى احلى. ابدا بقى اضيف البطاطس واقلب البصل في البطاطس. تمام، بعد كده هبدأ اضيف بقى الطماطم والفلفل. الطماطم مقطعة قطع زي ما انتم شايفين كده كبيرة، هقلب بقى كده كله مع بعضه، البصل والطماطم والفلفل والبطاطس. تمام، والبطاطس برضو القطع بتاعتها كبيرة عشان ما تتهراش، والطماطم. انزل بقى الثوم المهروس وهقلب برضو كل المكونات كده مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. نزلت بقى الملح والبهارات والشطة والفلفل الأسمر، هقلب بقى كده كله. ورقة اللحمة بالطريقة دي بتكون تحفة، جربيها وهتكوني مبسوطة فعلا بطريقتها والله. والأحلى ان انتي تعملي اللحمة صدمة زي ما انتي شفتي كده، وتحط لها نص كوباية مية تستوي بيها. الصلصة دي كانت باقية عندي مش جاهزة ولا حاجة، دي انا عاملاها في البيت. احيانا بيبقى باقي مني صلصة كده بكون عاملاها للمكرونة، فبعينها في اي علبة في الفريزر، وقت ما بحتاج منها بطلعها. الصلصه برضو 3 معالق الصلصه دول بيخلوا برضو البطاطس طعمها حلو. ودي اللحمه اهي، دي نص سوا. تمام، علشان اللحمه اما تكون مع البطاطس، البطاطس بقى ما تستواش قوي عشان اللحمه تبقى سواها كويس، لا، لان سوا البطاطس بيكون اقل من سوا اللحمه. هجيب بقى طاجن زي ما انتم شايفين كده، واحط فيه ورق الومنيا
وبعد كده ورق زبدة. خلاص كده غلفت الطاجن اهو من جوه. هبدأ بقى انزل الخليط ده، بحاول ان انزل اللحمة من تحت واخلي البطاطس هي اللي تكون من فوق. ليه بقى؟ علشان البطاطس ما تتهراش زي ما انا بقول لكم كده. بطاطس من اقل حاجة بتستوي. بحط بقى مكان بقى البولة اللي كان فيها كل ده، حطيت مكانها نص كوباية مية كده ونزلتها كده على البطاطس زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اتني الاطراف بتاع ورقة الزبدة عشان اقفل على البطاطس باللحمة بالطماطم والفلفل والحاجات دي. تمام، هقفل بقى عليها كده كويس. وهبدأ كمان أغلف حواليها بالورق الألمونيا. وأقفل عليها بقى. تمام، خلاص كده هبدأ بقى أيد الفرن وأدخلها واسيبها حوالي مثلا ساعة. بعد كده ابدأ افتح عليها. دي كانت بعد مرور ساعة. انا بحب في الاول اشغل البوتاجاز واسخن الفرن يعني، وبعد كده ادخل بقى الطاجن على نار هادية، مش بعلي عليه النار ولا حاجة. كل ما توطي على الاكل كل ما بيطلع طعم الاكل تحفة. بعد كده فتحت عليها بقى وقلت لها الشهوية، وده كان الشكل النهائي لها. وعملت جنبها كمان طاجن رز معمر، وده كان غدانا النهاردة. يا رب بقى لو طريقة عمل ورقة اللحمة عجبتك، ما تنسينيش في الاشتراك يا حبيبة قلبي واللايك واحلى كومنت منك. مع السلامة حبيبة قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. ان شاء الله النهارده اعمل معاكم طريقة عمل الكريب. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ شكله جميل حلو ازاي؟ ده انا اللي عاملاه في البيت، عمال ايديا وحياة عينيا زي ما بيقولوا كده. وعملت عليه تحدي انا ولوكا. تمام، المقادير بسيطة، وهتسعدي اولادك وتعملي لهم احلى كريب في البيت اقتصادي. هتشتري من بره، الاسعار هتبقى غاليه. شوفوا الكريب دلوقتي الواحد بكام، تقدري تسعدي اولادك باقل الاشياء ومش هيكلفك غير حاجات بسيطه خالص، مش هيكلفك تلت اللي انت هتشتريه من بره. معايا 6 كوبايات دقيق ورشه ملح، ومعايا كمان لبن بودره، معلقتين لبن بودرة كبار او 3 المتوفر عندك يعني. بحط كمان لكل كوباية دقيق معلقة زيت ممسوحة. تمام، ايوة كده بقى هقلب كله كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. انزل بقى بالمية، المية دي بتكون دافية، ما بعيرش بصراحة مية على قد الدقيق. انا بحطها كده بس، هو تقريبا لكل كوباية دقيق حوالي 1.25 كوباية مية. لنجاح الكريب المية تكون دافية، تضمني احلى كريب معاكي. افضل بقى اقلب كل شوية المكونات كده واحط مية، يعني احط شوية مية واقلب الدقيق، احط شوية مية واقلب الدقيق لغاية ما يبقى السمك معايا مظبوط. معايا كمان بيضتين عليهم فلفل اسود، بربهم كده وانزلهم عليهم واقلب كله مع بعضه. تمام، افضل اقلب كده بالمضرب. معايا كمان
النشا وبودر، معايا معلقة بودر في الطبق الصغير، ومعايا كمان 3 معالق نشا كبار، لكل كوبايتين معلقة نشا. هحط عليهم شوية مية بقى، واحط البودر كمان عليهم، واقلب كله مع بعضه. ده النشا والبودر وشوية مية، وهقلبهم كده مع بعض. تمام، هنزل بقى كل الخليط ده كده عليه، وهقلب برضو بالمضرب. خلاص كده بقى العجينة سمكها كده كويس، ولا خفيفة قوي ولا تقيلة، بس حاولي انها ما تبقاش تقيلة، علشان كده كده انت هتركنيه ساعة، هسيبه بقى ساعة، وعلى بال ما تمر الساعة ديت هجيب بقى معايا طاسة وفيها نقطة الزيت، ودي قطع فراخ غسلها ومقطعها قطع كده، هعمل لها صدمة الأول في قلب الطاسة وأقلبها. بجيب بقى بهارات، بيبقى معايا ملح وكركم وبهارات فراخ، كاري، فلفل اسمر، الـ7 بهارات، جوز الطيب، كل اللي انتي بتحبيه حطيه. تمام، التوابل اللي انتي بتحبي تستخدميها في اي لحوم حطيها. هقلب كده واشوح كله مع بعضه. تبدأ بقى قطع الفراخ تنزل سوائل منها. بجيب بقى بصل مقطعه جوليان زي ما انتوا شايفين كده، بصلية كبيرة، بحطها عليه وافضل اقلب بقى قطع الفراخ كده بالبصل لغاية ما البصل يدبل، واجيب برضو قطع من الفلفل الاخضر زي ما انتوا شايفين كده، برضو بحطها على البصل وبقلب كده كله مع بعضه، واجيب كمان طماطمية كبيرة او 2 طماطم وقطعهم كده برضو، واقلب كده كله مع بعضه. كل ده بقى هيهبط معايا، واجيب معلقة سكر، دي معلقة سكر، وكمان هجيب فنجان خل، بيدي طعم جميل جدا للشاورما السكر والخل، بيديكي بقى طعم المزازة اللي بيبقى موجود في الكاتشب كده، وكمان الطماطم دي هتسبك بقى كده معاها، وهتبقى طعمها كأنك ضايف عليها كاتشب. بجيب بقى صينية وادينا دهنة من الزيت، وافضي بقى ما تسخن كده، افضي بقى كمية من الكريب، وابدأ احرك الصينية يمين وشمال لغاية ما تلف الصينية كلها، الخليط يلف الصينية كلها زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هستنى بقى لغاية ما يبدأ من فوق ينشف خالص وبدأ يفرغ من الجناب، هبدأ ان انا اقلبه، لقيته لسه هبدأ اسيبه برضو ثواني كده، هبص عليه تاني هلاقيه كويس، هبدأ ان انا اقلبه، مش عايزاه ولا يبقى ابيض ولا يبقى محمر قوي. وكده كنت خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، طلع طري وجميل. ده الكريب بتاع المحلات بيتعمل بالطريقة دي، ما بيتعملش بلبن، بس ضيفيله لبن بودرة. تمام، هجيب بقى الصينية اللي انا سويت فيها اللي الكمية بتاعت الكريب كلها، ابدأ اسخنها على البوتاجاز، وادهنها دهن الزيت، وحط واحدة من الكريب واتنيها كده، وحط شوية جبنة موتزاريلا، وبعد كده احط شوية من الخليط بتاع الشاورما بتاع الفراخ، تمام، كاتشب بقى، مايونيز، كل اللي انت حابة تحطيه بقى حطيه، زيتون مخلي مثلا. تمام،
وحطيت برضو جبنة موتزاريلا تاني. عندك قطع من الجبنة النستون ماشي، جبنة شيدر ماشي، واطبق من الجنبين الاتنين. ومعايا بقى شوية كده من الخليط بتاع الكريب، ابدأ ادهن الفرق اللي ما بينهم عشان يقفلوا على بعض كويس. تمام، وهبدأ اقلب على الناحية التانية. وده كان الشكل النهائي بتاع الكريب ده. هجيب واحدة تانية معاكم، هتنيها برضو كده، حطي فيها جبنة موتزاريلا. بس دي طريقة تانية غير الأولانية. الأولانية كنت بتنيه وبسيب فرق من فوق، لكن دي طبقتها بالنص بالظبط، متنيه على قدها بالنص. بس دي أفضل، أنا بنتي كانت عايزاه بالطريقة الأولانية اللي انت شفتوها كده، فعملت لها اللي هي عايزاه. بس احنا كلنا بعمله لنا بالطريقة دي. وابدأ بقى اتني الجناب، تحطي بقى من جوه نفس اللي احنا عملناه في الاولاني هعمله في التاني. وبرضو بحط شوية من الخليط كده، وما يحمر من الجنب التاني ابدأ ان انا اقلبه. تمام، مش شرط تيفال ومش شرط اي حاجة. وبيطلع ده في الاخر الشكل النهائي بتاع الكريب. بتبقي ضامنة انت عاملة حاجة نظيفة في البيت، وضامنة عيالك بياكلوا ايه، وبتوفر لهم كمان بدل ما يروحوا من برا يشتروا كريب. شوفوا سعر الواحد دلوقتي ب20 وب25 وفيما فوق. لا، انت اعملي لهم كمية حلوة في البيت، اكليهم وبسطيهم، وفي نفس الوقت هتبقي ضامنة ان هما مبياكلوش اكل من بتاع الشارع. تمام، شايفينه من جوه تحفة. لو عجبك بقى ما تنسينيش في اللايك يا حبيبة قلبي. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال، كل سنة وانتم طيبين يا حبيب قلبي، ويعود عليكم الأيام بالخير يا رب. زي ما انتم شايفين كده، النهاردة هنعمل فرخة رومي. ايه، تعالوا بقى معايا كده هنشوف الطريقة بتاعتها ازاي. اول حاجة معايا زي ما انتم شايفين كده، ايه، فرخة رومي غسلها كويس ومنضفاها، ومعايا كمان بصلتين مبشورين، فصين ثوم برضو هرساهم، معلقتين صلصة، علبتين زبادي، معلقتين زيت، خل، فنجان خل، والبهارات والتوابل اللي انا هحطها، ومعايا سرنجة طبعا. اول حاجة هحط الثوم على البصل وهقلب كده مع بعضه. بعد كده بقى هنزل بهارات الملح والفلفل الاسمر والكركم والكاري وبابريكا كمان، وجوز الطيب كمان هبشرها، وكمان بهارات فراخ. خلاص، طبعا كل البهارات دي بقى بتدي لها طعم كويس لأي مشويات، بتخليها طعمها ممتاز بالنسبة للفراخ يعني. هقلب بقى كده كله مع بعضه، وهنزل كمان فنجان خل وهقلب. خلاص تمام كده، هبدأ بقى ان انا اصفيهم وافصلهم عن بعض، هخلي مية البصل لوحدها والبصل لوحده. تمام، لاني هحتاج مية البصل دي احقن بيها اللحم بتاع الفرخة الرومي. معايا بقى سرنجة جديدة زي ما انتم شايفين كده، مش هحط لها السن بتاعها لان السن هيتسد من مية البصل. وابدأ بقى اجيب الفرخة الرومي كده زي ما انتم شايفين واحقن اللحم. خلاص، بتخش بكل سهولة لأن بيبقى لحمها طري. تمام كده، هبدأ بقى أحقن من تحت الجلد عشان اللحم بقى يشرب من مية البصل. طبعا هتبلها حوالي 12 ساعة. في ناس بتسلقها وبتحمرها، بس الطريقة دي بتبقى أطعم وأحلى. إيه، لو في حتت بقى ناشفه معاكي وحسيتي ان السرنجه بقى معصلجه معاكي، إيه، هاتي بوزي السكينه وفتحي وابدأي برضو احقنيها. خلاص، زي ما انتم شايفين كده بفتح بالسكينه وابدأ بقى ان انا احقنها. إيه، الناحيه دي بقى كلها كده زي ما انتم شايفين. ببدأ بقى ان انا احط كده السكينة واغرس كده، اعمل فتحات واحقنها بمية البصل بقى والبهارات والخل والحاجات دي كلها.
عايزة احقنها كلها من جميع الجوانب. المهم انك تتأكدي انك تبلتها من جميع الجوانب، ماشي. اما حاجة بقى اللحم كله يوصل لها التتبيلة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص مية البصل بقى بالبهارات بالتوابل بتاعتها مسكتها بقى حقنتي بيها الفرخة كلها. ممكن برضو لو انت عندك فرخة بلدي من الكبيرة خالص ممكن تعملي لها نفس الخطوات دي، هتبقى طعمها تحفة. حطي بقى معلقتين الصلصة ومعلقتين الزيت، وفضي كمان علبتين الزبادي عليهم، وهقلب بقى كل ده مع بعضه ونشوف هنعمل ايه. خلاص يبقى تبلت اللحم ذات نفسه بمية البصل، ومن بره هتتبل بالخلطة دي اللي هي بقى البصل ذات نفسه وقلنا الزيت وكمان علبتين الزبادي والصلصة، وكمان احط عليهم معلقتين عسل ابيض. خلاص ادي كمان معلقتين عسل ابيض، تمام كده. هقلب بقى كل ده مع بعضه، وهتبل طبعا بقى الفرخة بقى من تحت الجلد بالتتبيلة. ومن جوه كمان ومن بره، ولو عرفتي تدخلي جوه عند الوراك من جوه من تحت الجلد برضو دخلي بايديكي. المهم ان هي تشرب من التتبيلة كلها، هتطلع طعمها زي الفل. خلاص وزي ما قلنا كده هنسيبها في التتبيلة دي حوالي 12 ساعة، هنحطها في التلاجة طبعا. كده بقى بحطها بقى من جميع الجوانب كده، حط التتبيل عليها من جميع الجوانب، اقلب فيها من كل جنب، ابدأ احط عليها التتبيل. تمام هلف بقى الجنب التاني، طبعا هتتشوي بقى بالتتبيلة دي وهتبقى طعمها زي الفل. تمام كده معايا بقى البولة كده زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى ان انا احط فيها الفرخة بتاعتي. ومعايا كمان الكبدة والقنصة، هبدأ بقى ان انا احطها في التتبيلة واقلبها كده كويس، واتبلها برضو واحطها معاها. والتتبيلة اللي هتتبقى هفضيها كلها على الفرخ. تمام هبدأ بقى ان انا اجيب الاسترتش واغطيها بيه، وزي ما اتفقنا هحطها في التلاجة حوالي 12 ساعة. خلاص بعد ال 12 ساعة بقى بطلعها واسيبها حوالي ساعة او اتنين لغاية ما تفك خالص، واحضر بقى صينية ودهنة زيت، واحط بقى طرنشات بصل وطماطم وفلفل، وابدأ بقى اطلع الفرخة دي كده احطها، واحط كمان الكبدة والقنصة معاها، وهيتبقى تتبيلة كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا افضيها على البصل، تمام. في الوقت ده هكون مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة، وطبعا هغطيها بقى بورق فويل. وعشان تبقوا انتوا عارفين الفرخة دي كانت 2.5 كيلو، انتي تحسبي لكل فرخة حوالي تلت ساعة في الفرن، تمام. وهتحطيها في الفرن، قربت بقى تستوي، فتحت الورق الفويل وشفتها وحضرت لها بقى فحم وحطت لها الفحم، وده كان الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين كده. كان طعمها تحفة وبتبقى احلى من السليق. لو عجبتك بقى طريقتي ما تنسينيش في اللايك يا حبيبة قلبي والاشتراك في القناة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه اجمعين. ازيكم حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وان شاء الله النهاردة هنعمل طريقة عمل الفتة، لان احنا كلنا طبعا بنعمل فتة اول يوم. تعالوا بقى نشوف بنعملها ازاي.
طبعا اول حاجة هنسلق اللحمة. طب انا بسلقها ازاي؟ بحط حتة سمنة بلدي زي ما انتم شايفينها كده، وبسيبها تسخن خالص، وبعد كده بحط توم، فصين توم بدقهم واشوحها، والحبهان ورق اللورة، وشوية فلفل اسمر. كل ده بقى بيطلع بقى ريحة فظيعة. اللحمة مغسولة طبعا ومصفياها، هبدأ بقى ان انا اشوحها في التوم والبهارات والحبهان ورق اللورة زي ما انتم شايفين كده. خلاص يبقى اول حاجة بشوح اللحمة. خلاص دي بقى معلقة السكر بشوح اللحمة بيها، لاني ما بقاش عارفة بقى اذا كانت اللحمة كبيرة في السن ولا صغيرة، هتاخد سوا قليل ولا كتير ولا ايه، فمعلقة السكر دي بتخليها تستوي بسرعة. معايا بقى بصل وطماطم وفلفل اخضر كمان، بقلب بقى كل ده واسيبها تتشوح شوية. خلاص بعد ما تتشوح شوية ببدأ بقى ان انا اجيب مية سخنة بتغلي وهحطها عليها زي ما انتوا شايفين كده، واقلب كل المكونات مع بعض واسيبها على النار وهد عليها النار. خلاص بعد ما تاخد غلوتين كده اسيبها بقى هد على النار. ابدأ بقى ان انا اعمل الرز، بحط بقى معلقة سمنة وشوية زيت ويسخنهم، احط الرز بكون غسلاه طبعا ومصفياه، ومعلقة ملح، وافضل بقى اقلب فيه من وقت للتاني واشوحه كويس، واضيف له المية المغلية زي ما انتوا شايفين كده، واغطي عليه، ولما يغلي اهد عليه النار. وزي ما انتوا شايفين كده يبقى لسه معانا الايه بقى، الصلصة بتاعة الفتة. بشوح فصين توم زي ما انتوا شايفين كده في شوية زيت، وبكون ضربة طماطم ومصفياها وبنزلها على التوم. احط بقى الفلفل الاسمر والملح، اي بهارات انت حابة تحطها حطيها. خلاص وسيبها بقى، ودي معلقة السكر بعد ما الصلصة غلت. خلاص بقى معايا كمية من العيش، هبدأ ان انا اقطعه بالمقص. خلاص عشان ابدأ ان انا احمره. بحمره ازاي؟ بقطعه قطع متساوية وبحطه في صينية وبايدي الشواية عليه، ومن وقت للتاني بقلب في العيش. تمام كده يبقى سلقنا اللحمة، عملنا الرز، عملنا الصلصة، كده بقى ما عادش غير العيش. قطعت كمية العيش كلها زي ما انتوا شايفين كده خلاص، وبدأت ان انا اعملها في الفرن. معايا بقى علبة زبادي وفصين توم وفنجان خل، بقلب بقى كل ده مع بعضه خلاص، وبركنه على جنب. والعيش كده كان تمام. باخد له بقى بايد النار على العيش وبحط لها الشوربه. طبعا العيش انا كنت حمصته خلاص، خلاص كده اتحمص وشرب الشوربه بتاعته. بدأت بقى ان انا احطه في قلب طبق واحط عليه شويه رز زي ما انتم شايفين كده، وابدأ انزل بقى بالصلصه. تمام. ابدا بقى بالزبادي اللي انا عاملاه بتوم. وابدا بقى انا احط اللحمه، وابدا برضو احط عليها بقى صلصه، وكمان احط عليها من الزبادي. الزبادي حلوة بقى علشان التوم ما يعملش بقى حرقان في المعدة كده، وبيدي طعم مميز. لو عجبتكم بقى طريقة عمل الفتة بتاعتي ما تنسينيش بقى في اللايك، اهم حاجة اللايك يا حبيبة قلبي، والاشتراك في القناة. ماشي يا حبيبة قلبي، اوعي تنسي. ولو لسه ما اشتركتيش انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس للكل، اهم حاجة الكل. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال. شايفين الرز بالكبد والقوانص؟ أنا كنت عاملاه جنب حمام الحمام الكذاب. طريقته تحفة وإن شاء الله هتعجبك. اعمليها وجربيها، ولو عجبتك بقى ما تنسينيش في أحلى كومنت منك، وياريت تنزلي تدوسي على الاشتراك، على الزر الاحمر، وتفعلي الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وبحبكم في الله. تعالوا بقى نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه على البوتاجاز. معايا حلة كده على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، بحط فيها شوية زيت وحتة سمنة، يبقى عندي سمنة بلدي، فحاطة معلقة سمنة بلدي. ما عندك سمنة بلدي، عندك روابي، عندك الهنم، كله بيشتغل، ما فيش حاجة بالإنسان بيطل عليها يعني. خلاص بقى سخن كده كويس.
معايا بقى بقية البصل المبشور. خلاص هشوحه كده في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده اتشوح بقى كويس. معايا بقى قطع من القرن شطة كده بقطعه واشوحه معاه. معايا بقى كمية من الكبد والقوانص غسلهم ومقطعهم ومصفيهم كويس. هقلب بقى كده كله مع بعضه. خلاص خدوا غلوة اهم زي ما انتوا شايفين كده. كل البهارات اللي انتي حباها برضو اللي انتي بتحبها في اي اكل، بس الاساسي عندنا طبعا هنا فلفل اسمر، ويريد بقى لو عندك حبهان ورق لورا، وطبعا بحط شوية من الملح. دي بقى معلقة ثوم مهروس هقلبها كده فيها كويس. معايا بقى كمان حبيتين طماطم بشرهم هنزلهم عليهم وهقلب برضو. هغطيهم بقى واسيبهم يغلوا مثلا غلوة كده. خلاص اغلهم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا معايا الرز غسلهم صفية كويس. هبدأ بقى ان انا انزل بقى الرز كده. طبعا بياخد مية زي طريقة الرز العادي، لكل كوباية رز كوباية مية، او لو عندك الرز قديم بياخد كوباية وربع مية. خلاص قلبت كويس بقى وشوحت كده. هسيبه بقى على البوتاجاز شوية. طبعا انا مهدية النار عليه، بحب ان انا اشوحه كده بحيث ان الرز يبقى متغلف كده ويبقى كويس عشان يطلع مفرفر كده وبيبقى حلو. طبعا اللي بيبقى عنده رز قديم ممكن تنقعه، لو انت نقعتيه هياخد منك كوباية مية بس. كل واحدة بقى عارفة الرز اللي عندها بيبقى قديم ولا جديد ولا عامل ايه، او لو بتشتري من حد معين رز وبتبقي متعودة عليه بتبقي انت عارفة يعني بياخد مقدار قد ايه من المية. كلنا ستات بيوت شاطرين ما شاء الله علينا، كلنا ما فيش اي حاجة بتعوقنا، بس هو بس الكسل، واحنا بنحفز بعض وبننشط بعض وبنذكر بعض مثلا باكلات ممكن الانسان بيبقى ناسيها خالص، او محتار على الاكل ومش عارفة تعملي اكلة ايه، ممكن لما تشوفي الفيديو ده تقومي تنفذيها. طبعا المية معايا، المية بتبقى سخنة بقلب بقى كده. طبعا انا معايره الميه ومعايره الرز. خلاص عندي بقى قرن شطه كده، هبدا ان انا احطه كده على الوش، هغطيه بقى واسيبه لغايه ما يغلي وابص عليه كمان شويه. شايفين
بدأ ينشف اهو معايا. هبدأ بقى ان انا اقطع عليه البوتاجاز عشان ما يشتش خلاص. وبعد فترة بقى كده هبص عليه تاني، هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، هشيل بقى قرن الشطة ده كده عشان ان انا اقلب الرز كويس من تحت لفوق عشان اضمن يعني السوى الكامل للرز. احيانا بيبقى الرز من تحت مستوي ومن الوسطانية لأ، احيانا من على الوش بيبقى مش مستوي ومن تحت تلاقيه مستوي خالص، فلما بقلبه كده بيبقى سوى الرز بتاعه كله مظبوط زي بعضه بالظبط. هغطي بقى الحلة، طبعا برجع كل حاجة مكانها، هو هتنسي. حطيت قرن الشطة تاني مكانه وهغطيه بقى واسيبه بقى كده، واسيبه حوالي ساعة الا ربع. وبعد الساعة الا ربع لقيته استوى بقى زي الفل. تعالوا اتفضلوا بقى معانا كده. ايه كانت اكلة جميلة وتغيير في الاكل عن الرز الابيض، عن الرز الحباية حباية، عن الرز بشعرية. غيري في اكلك، غيري في حياتك، ايه غيري في مودك علشان دايما تتألقي وتطلعي دايما بكل جديد، ودايما الكل يتكلم عنك ويقولك انك ست بيت ممتازة وشاطرة. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في لايك يا حبيبة قلبي. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه اجمعين. ازيكم حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اظن الجواب باين من عنوانه زي ما هما بيقولوا. إيه هعمل النهاردة طريقة عمل الحمام الكذاب زي ما انتوا شايفينه كده، وعملت جنبه رز بالكبد والقوانص. بصراحة طريقة تحفة، تعالي تابعيني بقى وشوف انا هعملها ازاي. معايا طبعا بصل مبشور مصفية واخده المية بتاعته، وجميع التوابل والبهارات اللي انا حابة ان انا احطها، ومية البصل ايه اهم حاجة احط مية البصل. وابشر بقى فيها جوز الطيب كده. طبعا انا واخده مصفيه البصل هستخدمه في حاجات، وخدت الميه بتاعته هستخدمها في تتبيله الاوراق ماشي. طبعا الاوراق ديت انا خليتها معاكم، بحطها بقى في التتبيله ديت خلاص. بتبله بقى حوالي ساعتين مثلا كده واحطه في التلاجة. وبعد ساعتين بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة بجيب طاسة على النار، حطي فيها شوية من الزيت، ومعايا بقى كبد وقوانص هنزلهم كده ياخدوا صدمة. طبعا يكون الزيت بقى سخن. طبعا دي بقى الحشوة، الرز اللي احنا بقى هنعمله هنحشي بيه الحمام الكذاب. هحط بقى التوابل اللي انا حابه ان انا احطها. احنا بنحبه حراق شويه، ف حب اغلب اكلنا يعني بيبقى مشطشط كده. بحط له بقى شويه جوزة الطيب كده، بتبقى الريحه بقى طالعه فظيعه. وكمان فصين ثوم مهروسين، يا سلام يا سلام، شامين معايا الريحه. هبدأ بقى ان انا افضي كده مكان في النص، وانزل بقى كمية من البصل اللي انا بشراه، اللي انا طبعا خدت ميته وتبلت بيها الايه الوراك اللي عملها حمام كذاب تمام. بعد شوية بقى هقلب كله مع بعضه كده. معايا بقى حوالي كوبايتين رز او كوبايه ونص، غسلاهم وشطفهم وصفياهم. انت عادي كده مثلا لكل ورك حوالي معلقتين معلقتين ونص رز زي ما يطلعوا بقى معاكي، طلعوا كوبايه طلعوا كوبايه ونص تبع الكميه اللي انت هتعمليها يعني خلاص. بقلب بقى كله كده مع بعضه. هجيب بقى حوالي نص كوباية مية كده واحطها.
عشان طبعا انا لو حشيت الرز كده من غير شوية مية هيبقى نايم من جوه. خلاص كده المية نشفت، بقلب بقى، وطيت طبعا النار وغطيته واسيبه حوالي بقى 5 دقايق 10 دقايق كده واطفي عليه. وبعد ما برد بقى بجيب بقى ورقة اللفة بتاع الاسترتش كده وبفردها، وبحط بقى عليها الورك وابدأ ان انا احشي فيها الرز. الطريقة ديت بصراحة ممتازة، ان الرز ما يفكش منك، ما يطلعش من الاوراك، يفضل متماسك فيها. جربي بس الطريقة دي ان شاء الله وهتعجبك بإذن الله وهتنور رضاكي. طبعا بدخل بقى كمية من الرز بالكبد والقوانص وبزق كده من عند راس الحمامة، واخدين بالكم انتوا من اخر الورك، يعني من عندي بقى الحتة بتاعة العظمة كده، وحش كويس. وافضل بقى ان انا الف على الاسترتش كده كام لفة، حوالي 4 5 لفات عشان ابقى ضامنة ان الرز ما يطلعش منها. خلاص ابدا بقى ان انا اقطع كده وهبرم كده من الجنبين وابدا ان انا اركنه على جنب. خلاص، وزي ما عملت في اول واحده اعمل في التاني والتالت والرابع وهكذا. بدخل بقى الرز كده كويس وازق بقى كده بصبعي وادخله لغايه جوه عشان املى المكان ده، لان ده يعتبر هيبقى شكل اللي بيدل ان هو راس الحمامه. وزق كده الرز كويس، هو كده كده اوريدي يعني الرز مش هيزيد بقى خلاص لانه يعتبر مستوي، هو واخد يعتبر نص سوا يعني، فمش هيزيد بقى. وتأكدي انت تلفي حوالي يجي 4 لفات كده، وابدأي ابرمي من الجنبين. خلاص، ودي تاني واحد معايا. طبعا تغيير في الاكل بقى يا جماعة، الواحد بصراحة بيمل من اي حاجة، فلازم تجددي في حياتك، مش شرط الاكل بس، جددي في كل حاجة، جددي في يومك، جددي في شقتك، حتى لو بأبسط الامكانيات، لو تغيري الحاجة من مكان لمكان، حتى لو انتي متأكدة ان المكان يعني انتي مثلا رصة الحاجة كويس في الأوضة وحاسه ان ده اشيك حاجه، فممكن عينيك خلاص اتعودت ان هي تشوف المناظر دي هيها، فحسيتي بملل فغيري، وبعدها باسبوع اسبوعين ابداي رجعهم تاني بحيث ان انت تكسري الملل اللي في حياتك. التغيير مطلوب مننا كلنا عشان نقدر نعيش ونقدر نقاوم مصاعب الحياه. طبعا كل انسان بيبقى عنده ضغوط في حياته، فجددي بقى، حاولي انك تغيري يومك، لو بتصحى كل يوم الظهر غيري واصحي الصبح بدري، هتحسي بنشاط وحيوية وهتبقي مرتاحة. خلاص كده خلصتم اهو، مخدوش اي حاجة معايا. هبدأ بقى اشيل كل اللي قدامي ده. ماشي، انا بوريك الاربعه همت. جبت بقى كيس اللي هو الحراري، الكيس ده بجيبه من عند العطار، بجيب كده كام كيس مع بعض، مش غاليين يعني ولا حاجه، وببطنه بدقيق. في اكياس بيبقى مكتوب عليها لازم تحط رشه دقيق وتبطنيه، وفي اكياس لا، ده كان مكتوب عليه كده رشيت فيه رشه دقيق وبطنته، وبربطه بقى اللي البتاع اللي بربط بها دي بتبقى جاية معاه. بجيب بقى شوية مية سخنين كده او بتغلي بمعنى اصح، وبحطهم في الصينية، وبحط بقى كيس كده، وبكون مولعة الفرن كويس. خلاص، بحط بقى شوية فلفل اسمر، شوية ورق لورا. ابدأ بقى ان انا افتح الكيس كده. ليه بقى الخطوة دي مهمة؟ علشان ما يتنفخش ويفرقع. خلاص، انا مش بايدي الشوايه الا في الاخر، وده بقى بعد ما استوى، خد حوالي ساعه وربع في الفرن،
وطبعا عملت جنبه رز بقى بالكبد والقوانص بتغدينا. ولو عجبك بقى غدانا النهارده ما تنسينيش في اللايك. مش حبيبه قلبي، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. تعالوا شوفوا غدانا النهارده، عباره عن كيلو جناحه عملته كنتاكي، وكيلو من المكرونه اسباجيتي عملته كده، وعملنا طبق سلطه. تعتبر برضو وجبه يعني ايه، مش مكلفه قوي. ما تجيبي كيلو جناحه ب16 جنيه، وتجيبي كيلو مكرونه، وعندك الطماطم، وهتاكلي احلى وجبه غدا، وهتتبسطي انت واولادك وجوزك. تعالوا بقى شوفوا المقادير معايا. معايا كيلو جناحه زي ما انتم شايفينه كده، غسلاه ومقطع الجناح 2، لان الجناح عندي كبير ماشي، وشقه كده الجناح علشان التتبيله تخش له من الجنبين، من الناحيه دي والناحيه دي خلاص. ومعايا بصلتين كبار كده بشرهم، ومعايا بقى التوابل ملح وفلفل وشطه، ومعايا كمان 7 بهارات وفنجان خل. خلاص همسك بقى كل التوابل كده انزلها على البصل واقلبها كويس. واحط بقى فنجان الخل، وبرضه هقلب كل ده كويس. الجناحة بقى هنزلها عليها كلها واقلبها كويس فيها، في كل التتبيلة يعني. تمام، هنزل بقى اهو واقلب بقى كل ده كويس جدا. انا بقلب فيه كتير علشان التتبيلة تحاول توصل لكل مكان فيه. هبدأ بقى ان انا اغطيها بالاسترتش، واركنها بقى ايه حوالي 2 3 ساعات كده يعني. عشان تشرب من التتبيل خلاص. احيانا بعملها من بالليل، ما بكون عامله حسابي، لكن انا صحيت الصبح ما كنتش عارفه اعمل ايه بصراحه. سبتها بقى تتبل حوالي 2 أو 2 ساعة ونص، وبدات بقى ان انا اعمل في الصلصه. معايا بقى حله كده على النار، وفيها شوية زيت، ومعايا فصين ثوم دقاهم. هبدأ بقى ان انا اشوحهم كده. معايا بقى طماطم غسلها وضربها في الخلاط ومصفياها. هنزلها بقى على الثوم، انا مش عايزة الثوم يحمر، يدوبك يتشوح كده. معايا بقى ملح وفلفل اسمر وشطه، هو ده اللي بحطه على الصلصه بتاعه المكرونه. هقلبهم كويس بقى واغطي، واسيبهم بقى ياخدوا غلوتين او 3 كده. خلاص كده بدات تغلي اهي. هشيل بقى الغطا واحط معلقه السكر اللي دايما متعودين عليها علشان تعادل ايه حموضه الطماطم. خلاص بعد كده بقى هبدأ اجيب الاجنحة، شلتها من البصل تماما وحطيتها في طبق، وجبت معايا بولة وحطيت فيها كمية من الدقيق، حوالي 1.5 كوباية دقيق، ومعايا معلقتين نشا كبار، ومعايا بقى كل التوابل والبهارات اللي انا عايزة احطها عندي. بس لازم تحطي الكركم عشان يديلها اللون الذهبي اللي احنا متعودين عليه. ملح بقى وبهارات فراخ، والشطه لو انت عايزاها شطه، جوز الطيب مبشوره وحطاها، 7 بهارات، بابريكا، دي بقى ميه البصل،
صفتها ما برميهاش. دي بقى تعتبر السر فيها في الكنتاكي. خلاص معايا كمان بيضة، بحطها بقى كده عليها وبرضه هقلب، واجيب بقى شوية مية واحطهم بقى على الخليط ده وافضل اقلب لغاية ما يبقى متجانس ويبقى مظبوط معايا. طبعا انا عايزة الخليط ده يبقى تقيل، مش عايزة خفيف. خلاص شايفين التقل ده، عايزة كده عشان يمسك على الجناح. هبدأ بقى ان انا اجيب الاجنحة وانزلها كلها في الخليط ده، وان انا اقلبها كلها فيها كويس. تقلبي بقى من تحت لفوق كده علشان كل الاجنحة تتغلف بالخليط ده كويس. خلاص وغطيتهم برضو بالاسترتش، وهسيبهم بقى في الفريزر حوالي ساعتين. قلت بقى اسلي نفسي وانا واقفة كده اجيب المكرونة اكسرها، إيه لو ورايا حاجة أعملها، شوية أطباق طلعوا، المواعين اللي طلعت أول بأول بغسلها كده يعني. فقلت أكسر المكرونة وأركنها على جنب. طبعا أنا بسيب بقى الخليط ده في الفريزر من حوالي من ساعتين، يعني ساعتين تلاتة كده يعني. انا طبعا تبلت الاجنحه ديت اول ما صحيت من النوم، جبتها وغسلتها وتبلتها على طول. طبعا بعد مرور بقى ساعتين زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ بقى اجيب الخليط. الاجنحه يعني، وابدأ بقى ان انا انزلها كده في بديل الفيجيتار اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده ومصوره ومنزلها على القناه. وطبعا بجيب طاسة غويطة كده وبحط 3/4 زيت، وبقيد عليها النار لغاية ما الزيت يسخن تماما. بغلف بقى الجناح كده كويس، واول ما احس ان الزيت بقى خلاص سخن كويس ابدا بقى ان انا انفض الجناح كده وانزله. طول ما احنا واقفين كده بقى نستغفر كتير ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي هيشفع علينا يوم القيامة بإذن الله. والاستغفار كتير بيحسن الأرزاق، وما شاء الله يعني على الاستغفار بيبعد عنك أي حاجة فيها شر، يبعد عنك أي حاجة فيها سوء بالنسبة لك. يعني ربنا بيرحمنا كده بالاستغفار دايما، بيخفف عننا، بيزيل عننا السيئات وبيدينا مكانة حسنات. يعني مفيش أحلى من الاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والذكر. دايما خلي لسانك كده على طول بينطق الكلمات الخفيفتان على اللسان، يعني اتقربي ربنا على قد ما تقدري. معنا بقى طبق وحاطه فيه مناديل. خلاص كده هبدأ بقى أطلع الأجنحة. طبعا كان بعد مرور 10 دقايق إن أنا قلبتها ورجعت قلبتها تاني. خلاص بدأت تاخد بقى اللون اللي انا حباه، ببدأ ان انا اعلي عليها شوية، وبعد كده بصفيها كده واطلعها واحطها على المناديل. ده كان غدانا النهاردة. حبيت بقى ان انا اشارككم معايا، انا مصورة قبل كده الكنتاكي كنت منزلاه لوحده، بس انا ما صورتش بقى قبل كده المكرونه، وقلت بقى اعرفكم بقى روتين غدانا النهارده ايه.
طبعا قبل ما بطلع بقى بكون انا حطيت دول كمان في التتبيلة، ده بقى الجزء التاني من الجناح، وحطيته كده في بديل الفيجيتار، وبحطه حطه بقى في الزيت وغطي عليه وغطي عليه. طبعا كملت بقى كل الكمية كده مع نفسي. خلاص جيب بقى حلة وشوية ملح. قلت بقى اعمل ايه عشان يبقى الكنتاكي سخن هو والمكرونة مع بعض. بقيت احمر الكنتاكي على العين التانية، وقلت اسلو هنا بقى المكرونة. انا ما المكرونة تخلص اكون خلصت الكنتاكي بالاكل محطوط سخن، ده وده خلاص. المكرونة بتاخدش اي حاجة، كلنا عارفين بنسلقها ازاي. هغطي بقى عليها لغاية ما تغلي، وابدأ اشيل الغطا وابص عليها كده. خلاص هي كده بقت مظبوطة، صفيتها بقى وشطفتها شطفة. واحنا بنحب ناكلها بيضة كده وجنبها الصلصة الاسباجيتي، بنحب ناكلها كده. هبدأ بقى احط شوية زيت يسخنوا كويس، واحط فيها المكرونة واغطيها تتردد كده. وده كانت وجبة غدانا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا اتفضلوا بقى معانا كده. ما تنسيش بقى لو غدانا عجبك النهاردة ما تنسينيش بقى في اللايك، اهم حاجة اللايك، اوعي تنسيني، واحلى كومنت منك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي بقى اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، واسيبكم بقى في رعاية الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ودي تعتبر كانت وجبة تعتبر برضو اقتصادية، بدل ما تجيبي فرخة مثلا وتحمريها تعتبر وجبة اقتصادية. ولو عجبك الفيديو بقى متنسينيش في اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. شايفين طاجن المسقعة هو طالع لسه من الفرن وسخن مولع، تحفة 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 ما شاء الله، كان جميل. وجبة اقتصادية ممكن تعملها في البيت ومش مكلفة خالص. اول حاجة والشيء الاساسي معايا وهو البتنجان الاسمر، بتجيبيه طري تكون قشرته بتلمع ويكون حلو. اول حاجة بقشره وبقطعه، بحط عليه شوية ملح، رشة من الملح، واركنه حوالي لمدة ساعة. بعد ساعة بعمل ايه بقى، او بمعنى اصح في فتره الساعه دي بجيب حوالي 3 حبات بطاطس واقشرهم واقطعهم قطع، وادي لهم تحميره كده في الزيت زي ما انتم شايفين، علشان هعمل طاجن المسقعه النهارده بالبطاطس. بيبقى جميل جدا بصراحه بالبطاطس، قطع ولا تخينه ولا رقيقه وصغننه كده وشكلها شيك. بشوحها بس كده تحميره خفيفه خالص، في ثواني بتاخدش اي حاجة. الوجبة دي مش هتكلفك حاجة خالص، وفي نفس الوقت تغيير في الاكل يعني. كده بقى هبدأ اطلع البطاطس. طبعا احنا في الحر بقى بنزهق طبعا من الرز واي كان بقى من انواع الطبيخ والكلام ده، بنبقى زهقانين عايزين ناكل بقى حاجة بعيش كده حاجة خفيفة. البتنجان بقى هبدأ ان انا احمره، طبعا دبل معايا خالص يعني رشة الملح اللي انا بحطها عليه، وبغطيه واسيبه حوالي ساعة، وابدأ بقى ان انا اشطفه واصفيه كويس جدا. بتلاقيه نزل بقى ميه كده غامقه منه، بيدبل بقى وما يشربش زيت. في ثواني بقى بقلبه على الناحيه الثانيه، وابدا ان انا اطلعه ما بياخدش اي حاجه. برضو انا ولا بحبه رفيع ولا بحبه تخين، هو الوسط حلو. يا سلام بقى لو عندك عيش طري بقى، وكلي بقى مسقعة وشوية جرجير
ومخلل، اقعدي بقى ودوسي. ما بياخدش في ايديك اي حاجة خالص، وبصراحة ما بيكون في الطاجن معمول في الفرن بيبقى طعمه وريحة تحفة، وما بيكلفش معاك اي حاجة خالص باقل التكاليف، وتعتبر وجبة اقتصادية جدا على قد الايد. حطيت غيره برضه اهو، وهكذا لغايه ما اخلص معايا كميه البتنجان كلها. هو ما بياخدش حاجه اصلا على البوتاجاز خالص. في ثواني كده بتلاقيه احمر، تقلبي على الناحيه الثانيه، وفي ثواني برضه بتقوم جايه مطلعه لغايه ما بتخلصي الكميه كلها. بقوم بقى مقطعه فلفل كده، ما بقطعوش حلقان، لا انا بقطعه مثلا قطع كده زي ما انتوا شايفين، وبرده بديله تشويحه كده جنب بقيه الباذنجان، ما بحمروش قوي ولا حاجه، يا دوبك كده يطرى اقلبه على الناحيه الثانيه على طول. سوا انا بقى تيجي على الناحيه الثانيه، لو سبتي اكتر من كده هينشف ويتحرق ويمرر معاك. خلاص كده بطلعه اهو، هبدأ بقى اعمل ايه، اعمل التسبيكه. معايا بقى فصين توم دقاهم، دقاهم بقرن فلفل اخضر، او بمعنى اصح بشطه، شطه خضراء، وهبدا بقى ان انا احمرها كده. مش هتحمر اول حاجه، يا دوبك هتاخد اللون الذهبي، وانزل بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط ومصفياها، وابدا بقى احط بقى البهارات بتاعتي. انا بحط ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، واغطيها بقى واسيبها تاخد لها كده كام غلوه. وبعد ما غلت اهي شايفين، هبدا انزل بمعلقه السكر اللي اوعوا تنسوها ابدا مع الطماطم عشان تعادل نسبه الحموضه اللي موجوده في الطماطم. معايا بقى برضو بقيه الثوم المدقوق بالشطه الخضراء بنزله، وانا مش عايزه الطماطم دي تتسبك قوي، يعني يا دوبك كده ايه حوالي 5 دقايق 7 دقايق كده على البوتاجاز وخلاص. حضرت الطاجن اللي انا هعمل فيه، ومعايا الكميه بقى اللي انا قليها كلها. هبدا ارص بقى الكميه كده من البتنجان في الطاجن، واحط بقى شويه كده من الصلصه، بهز الطاجن طبعا عشان الصلصه توصل لتحت، ودور بقى كده من البطاطس، وبرده هبدأ احط شوية صلصة، ونكمل بقية البتنجان. احنا بنحب المسقعة تبقى مشطشطة جدا، شايفين قرن الشطة اللي انا حطاه ده كمان هيتحط هو كمان، وكلي بقى واستمتعي. هبدأ بقى ارص بقية البطاطس، واحط بقى الفلفل، واحط كمان على الوش قرن الشطة، احط طبعا بقى شوية صلصة كمان. طبعا انا كنت بقى مشغلة الفرن والشواية، فرن البوتاجاز شايفين. هبدأ بقى ان انا احطه في الفرن، شايفين ايه ده الشواية والفرن، حطيته وهقفل بقى عليه البوتاجاز واسيبه شوية.
بعد شوية أبص ألاقيه بنفس المنظر ده. متنسينيش بقى في اللايك يا حبيبة قلبي لو عجبتك الوصفة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبه أجمعين. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. أنا عايزة بقى قبل ما تتفرجي على الفيديو تنزلي تعملي لي أجمد لايك، اوعي تنسي حالا أو فورا عشان تشوفي طريقة اللحمة المشوية دي، أجمد طريقة لحمة مشوية. تابعوني وتعالي نشوف بقى احنا هنعملها ازاي. أول حاجة زي ما انتوا شايفين كده معايا اللحمة اللي أنا هشويها، دي لحمة ضاني بتاعت خرفان يعني بتستوي بسرعة، دي كمية بصل أنا بشراها، ومعايا كمان طماطم مبشورة وفلفل وده عسل وزبادي والبهارات كلها وخل وكل حاجة، كل البهارات بقى اللي انت حابة انت تحطيها يعني حطيها. خلاص متفقين. هجيب بقى طبق بلاستيك كده زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اعمل ايه، هنزل اول حاجة احطها معايا. استنوا بس كده اعدل كده واحط الطبق. ماشي، هنزل بقى العسل الابيض الاول. اوعي تغلطي وتحطي بمعلقه معدن، هتفسدي الفايده بتاعت العسل. خلاص بعد كده انزل الزبادي عليه. الزبادي بقى هنا فايدته ايه؟ بيطري اللحمه وما تطلعش ناشفه. خلاص معايا بقى الخل بيساعد على التسويه، الزيت برضو بيطلعها طري، ونقلب بقى كله مع بعض كده كويس. هحط بقى كمية البصل اللي انا بشرها، وهقلب برضو كله مع بعضه كده، وانزل برضو طماطمايه كبيرة بشرها، قرن فلفل برضو كبير مبشور، كل ده بقى هقلبه مع بعضه، وكل البهارات اللي انا حابة احطها، وحاطه معاه كمان ورق لورا وحبهان عشان تخلي التتبيلة طعمها تحفة. هنزل بقى كل الكمية دي كده زي ما انتم شايفينها في الطبق، واخد بقى راحتي وانا بتبل اللحمة. اول حاجة هجيب معايا اللحمة في قلب طبق ايه، وابدأ بقى ان انا اشققها كده بسكينة من كل حتة عشان تستوي بسهولة والتتبيلة كمان تخش لها. خلاص يبقى احط كمية من البصل كده حلوين، واشقق كام قطعة من اللحمة واحطهم واحط عليهم بصل. خلاص اهم حاجة تشقيها او تدقيها بسك منها بقى، كانت لحمة خرفان وفيها بقى عظم وريش وكده، فكانت عايزة بقى انها تتعمل بالسكين. كل التتبيلة بتاعت البصل هتنزل في قلب الشوك بتاعت اللحم لاني بتبلها قبلها بليلة كاملة. خلاص كل ما تتبلي الحاجة وبتقعد فترة اطول كل ما بتبقى اطعم واطعم واطعم، كانت تحفة. جربي بس الطريقة دي وما انتش هتندمي ابدا. انت لسه ما حطيتيش لايك، انا شايفاكي اللي ما حطيتيش لايك، هزعل منك. ها خلاص حطيتي لايك، ماشي انت كده حبيبتي. انتوا كلكم حبايب قلبي والله، كل متابعيني حبيب قلبي وعلى راسي من فوق، تسلمولي كلكم، وكل تعليقاتكم ليا جميلة جدا جدا جدا، لكم الشكر بصراحة وكل الاحترام والتقدير، ربنا يخليكم ليا. خلاص كده انا بحط بقيت كمية اللحمة وبقيت كمية البصل بقى بالتوابل بالبهارات كلها زي ما انتوا شايفين كده. خلاص هبدأ بقى ان انا اغطيها بالاسترتش واسيبها بقى في التلاجة براحتها خالص. انا كنت عاملاها كده متبلاها من يوم الخميس بالليل، وقلنا بقى نشويها على السطح كده يوم الجمعة ونقضي بقى يومنا كده على السطح، وكان يوم تحفة، كان يوم رائع، كان يوم جميل. خلاص كده
جيت على المغرب كده وتبلت اللحمة بتاعتي عينها بقى. وتاني يوم زي ما انتوا شايفين كده طلعت بقى على السطح وحطيت بقى الفحم وبدأت ان انا اشوي. حاجة كمان من سر بقى السرعة بتاعة تسوية اللحمة، انك دايما تغطيها بالورق بتاع الفويل، بيكتم الحرارة ويخليها انها تستوي بسرعة. خلاص طبعا كلنا بنعرف بنولع بقى الفحم ازاي وبنحط ازاي. دي المية بقى بتاعة البصل اللي انتوا شايفينها دي، دايما من وقت للتاني كده بحط منها على اللحمة عشان تساعد برضو على التسوية بتاعتها، عشان هي هتحمر بسرعة وكده هتستوي بسرعة، يعني هتحمر بسرعة وكل لسه ما استوتش. فمن وقت للتاني بحط بقى ايه المية اللي هي نازلة من البصل دي، مصفياها كويس. وده بقى كان الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين كده، وعملت بقى جنبه جمال سلطات وكوماج. وده كان يومنا يوم الجمعة. ايه ما تنسينيش بقى في اللايك، اهم حاجة لايك يا حبيبة قلبي. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه اجمعين. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال ان شاء الله. النهاردة زي ما انتوا شايفين كده الغداء بتاعنا اقتصادي على قد الايد، مش مكلف خالص. جبت كيلو بسارية ب10 جنيه، اتغدينا بيه، حاجة مش مكلفة، حاجة اقتصادية وطعمها كان رائع. وعملت جنبها بقى شوية رز وسلطة وتغدينا واتبسطنا وقلنا الحمد لله، نعمة وفضل من الله. تغيير في الاكل، هتزهقي من الفراخ من اللحمة من الخضار، ايه تغيري بقى، مرة تاكلي بعيش مرة تاكلي كده. تعالوا بقى شوفوا معايا كده المقادير. ده كيلو بسارية زي ما انتوا شايفين كده، غسلته وحطيته في صينية. هبدأ بقى ان انا انضفه. انا شطفته بس الاول وصفيته وابدأ انضفه، بشيل الراس واقوم بعد كده ادخل بقى البوز بتاع السكينة، اشيل القلب واقص اللي هو الديل. ماشي، ما بتاخدش اي حاجة منك. وتغيير في الاكل، احنا بنجيب سمك وبنقليه، بتغيري بقى يعني مرة كده مرة كده، كتغيير في انواع الاكل يعني. زي ما انت شايفة كده بقى بنضف الراس، بشيل البطن، بقطع، بقص الديل. هكمل بقى الكمية دي وارجع لكم تاني. خلاص رجعت تاني، كنت غسلتها بقى كويس. طبعا بقى انتوا كلكم عارفين بتغسلوا الاسماك ازاي، ما تتوصوش. دي بقى دقة عندي في البيت، كنت حافظاها في الفريزر، هحطها كلها بقى على البسارية. الدقة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى دوم دقة، توم مدقوق ومهروس، معاه بقى كل اللي انت حابة تحطيه، فلفل اخضر شطيطة، فلفل احمر، كزبرة بقى ناشفة، كمون، شطة، ملح، تحطي بقى ليمون وحط خل، كل التوابل اللي انت بتحطها للسمك. خلاص بقى هسيبه لمدة ساعة، وبعد الساعة ابدأ اعمل ايه، اجيب دقيق ومعلقتين نشا عليه واقلبهم كويس، وابدأ بقى امسك واحدة يعني اخد شوية اعفرهم في الدقيق بالنشا واطلع واحدة واحدة. النشا بيخليه طالع كده كريسبي وجميل ومقرمش كده وبيبقى طعمه حلو، احنا بنحب ناكلها بصراحة مقرمشة، مش بنحبها تبقى طرية وما خدتش اي وقت ولا اي مجهود خالص. بتاخدي كمية وتقلبيها في الدقيق، وتاخدي واحدة واحدة كده تطلعيها من الدقيق وترصيها. هو الافضل ان كل ما تطلعي كمية تقليها في ساعتها، بس عشان انا كنت بصور وكنت حاطة الحاجة يعني قدام الكاميرا كده على الطبلية، فقعدت خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت بقى انقل الكاميرا على البوتاجاز. حطيت شوية زيت في طاسة، واما سخنهم نزلت بقى بشوية، ما بحطش كمية كتير وتلزق في بعضها عشان تبقى طالعة كده ايه، كل واحدة مش ماسكة في التانية، ما بتاخدش اي وقت خالص، ولا في التنظيف ولا في التتبيل ولا على البوتاجاز في التحمير ولا في اي حاجة خالص. كنت علقت على الرز الاول قبل كل ده، وما خدش معايا اي حاجة خالص، هتحمر على طول. وقلبتها الناحية التانية زي ما انت شايفة كده، وحضرت بقى مناديل وحطيت المناديل في الطبق وبدأت ان انا اطلعها.
يعني هي ما بتغيبش زي السمك ولا اي حاجة، بتطلع في ثواني. طلعت اول دور، هبدأ احط تاني دور. على فكرة دايما استخدمي في اي حاجة فيها تحمير حطي نشا، يعني بتحمري سمك مقلي حطي نشا، بتعملي بانيه حطي في الخلطة نشا، اللي النشا بيخلي الحاجة مقرمشة وبتبقى طعمها جميل. برص تاني دور اهو زي ما انتوا شايفين كده. في ناس بتقوم جا واخدة يعني حبة كده وتقوم جا حطاهم وعاملاها بالملعقة، بيطلعوا بقى لازقين في بعض وتيجي تقلبي ما بتبقاش كويسة، لكن كده احسن. قلبت على الناحية التانية وخلاص هطلعه. في ثواني بتحطي وفي ثواني بتشيلي، متاخدش اي وقت وتغيير في الاكل. والله كان طعمها تحفة، كانت ما شاء الله جميلة. هقفل بقى واخلص وارجع لكم تاني. وده بقى كان غدانا النهاردة زي ما انتي شايفة كده، طبق البسارية العظيم اللي طعمه تحفة ويجنن، وعملت رز حباية وحباية، وانا يعني اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه. مش فاكرة بصراحة اذا كنت صورت الرز حباية وحباية ولا لا، بس يعني احنا كلنا ستات بيوت شاطرين، واذا كنت هصوره فده بيبقى البنات المبتدئات. وعملت طبق السلطة والف هنا وشفا. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. شايفين البيتزا الجامدة؟ شايفين احلى بيتزا؟ فتحت لعيالي مطعم في البيت وعملت لهم احلى صواني بيتزا زي ما انتوا شايفين كده. قلنا النهاردة بقى نعمل تحدي جامد في البيتزا. نبدأ بقى ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو ونص دقيق زي ما انتوا شايفين كده، معايا علبة زبادي، معايا الطبق ده بقى فيه ايه، فيه 3 معالق سكر، وفي كيس ونص خميرة، وفي 4 معالق لبن بودرة، ونص معلقة بيضة، وشوية ملح، ومعايا بيضة، تلات ارباع كوباية زيت، ومية طبعا للعجن. طبعا اول حاجة ضفنا المقادير الجافة كلها زي ما انتوا شايفين كده، وبقلبها كلها. احط بقى الزيت زي ما انتوا شايفين كده وابدأ اقلب كله، كل الزيت. واهم حاجة على فكرة المية اللي هتعجني بيها تكون دافية، ولا تكون ساقعة ولا تكون سخنة عشان تنشط الخميرة. بعد كده ببدأ بقى امسك الدقيق كله افركه كده في الزيت زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان الزيت يكون في كل دقيق. خلاص كده ابدأ بقى اجيب البيضة اربها وحطها على الدقيق. على فكرة البيضة من سر نجاح البيتزا، بتخليها طرية ومرتفعة وبتبقى جميلة جدا. وعلبة الزبادي برضو. خلاص كده حطينا البيض وحطينا الزبادي كده، لسه ايه المية بتاع العجن، ما نزلش بالمية كلها، انزل شوية بشوية، احط شوية واقلب، احط شوية واقلب لغاية ما اشوف كده العجينة في ايديا هتبقى شكلها ايه. ما احطش مية كتير، ربما ان انا احتاج ان انا ازود دقيق وما يكونش عندي دقيق، فادي بالي وخلي بالي كويس. تفضلي بقى تعجني فيها، اهم حاجة العجين، اي عجين تعجنيه تعجنيه حوالي 10 دقايق عشان تبقى جميلة وتبقى طرية في ايديك. بدأت تفصل اهيت من ايديا، يعني اي حاجة في ايديا بدأت تنزل منها، ما عادش بيتلزق في ايدي. هبدأ ان انا المها بقى واجيب طبق وادهنه زيت والم العجينة دي كلها فيه. شايفين طرية ازاي وجميلة؟ دهن الطبق زيت وادهن كمان وشاه زيت، وابدا بقى اغطيها بالاسترتش
خلاص غطيت اهو، ابدا بقى ان انا احط فوطه واسيبها بقى تخمر حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع. على ما تخمر بقى احضر بقى ايه الحاجه كلها بتاعت البيتزا. اول حاجه اعملها هي الصلصه. الصلصه دي ناس كتير قوي اختلفوا فيها، في اللي بيضربها في الخلاط، في اللي بيحط البصل والطماطم والثوم زي ما هو كده بيعلق عليه على البوتاجاز بشويه كوبايه ميه، كل واحد وله طريقه. وبعد كده اما يبرد يضربه بالهاند بلندر. انا مش بعمل كده، انا بحب ان انا اشوح البصله وبعدها بقوم جايه محضره طبعا طماطم غسلها ومخرطاها زي السلطه كده، كميه كده محترمه حلوه، وانزل برضو عليهم بالملح والفلفل الاسمر واقلب بقى كله مع بعض. طبعا انتي بتشوحي البصله شويه كده لغايه ما تطرى، ما تستنيش ان هي تحمر. كنت نسيت احط شويه شطه، حطيت شويه شطه اهو، واغطيها بقى واستنى عليها تاخد غلوه كمان. هبص عليها كده لقيتها بتاخد غلوه زي ما شايفين كده. هجيب بقى معلقه السكر اللي دايما بتعادل الحموضه مع اي طماطم. اي طماطم بتعمليها لازم تحط لها معلقه سكر، ما تنسيش الخطوه دي. خلاص كده نقلتها بقى على العين التانية عشان ابدا بقى ايه اعمل اللحمه المفرومه. حطيت شويه زيت في طاسه ومستنيه تسخن، معايا بقى بصله كمان مخرطه ايه ناعم زي ما انتم شايفين كده، بصله بس دي بصله كبيره شويه، لكن البصله بتاعت الصلصه بحطها بصله صغيره. ابدا برضو اقلي فيها كده اشوح فيها من وقت للتاني، برضو عايزاها تدبل مش عايزاها تحمر. بصيت على الصلصه اهو كانت خلاص في الاخر، حطيت لها بقى معلقه ثوم مهروس قلبتها فيها، يا دوبك هتاخد غلوه واطفي عليها على طول. وايدي هنا بقى في البصل عشان احط اللحمه المفرومه الموجوده معايا. دي كمية من اللحمة هحطها بقى كده كلها وابدأ اقلبها في البصل. بدأت تاخد لون اهي زي ما انتم شايفين كده، كل ما تقلبي هتلاقيها بتاخد لون، لونها بيتغير. ابص بقى على الصلصه لقيتها خلاص كده، ما تستنيش لغايه ما تنشف خالص، لا يعني تبقى فيها شويه ميه كده حاجه بسيطه. خلاص كده بقى طفيت عليها، واخلي بالي بقى كده من اللحمه اقلب فيها من وقت للتاني. معايا بقى التوابل اللي انا عايزه احطها، ملح وفلفل اسمر وشطه. حابه انت بقى تحطي جوز الطيب، السبع بهارات، تحطي اي بهارات عندك اللي انت حباه، كله حطيه زي ما انت حابه. طبعا بقى حطيت لها الثوم وقلبته وشوحته، وجبت كمان معلقتين صلصه حطيت معلقه وقلبتها، واجيب كمان معلقه صلصه واحطها كمان عليه واقلبها كويس. من وقت للتاني هقلبها، ده الثوم اهو بحطيت لها صلصه وثوم. وما حسيت ان هي هتنشف بقى حطيت لها حوالي نص كوبايه ميه وقلبتها كويس وغطيها واسيبها بقى على نار هاديه لغايه ما تستوي. بعد شويه لقيتها بدات تنشف اهي، وطبعا استوت خلاص. طفيت عليها، حضرت بقى معايا المقادير دي كلها واقولها لكم. جبت العجين، اهم حاجه اخرج منه الهواء عشان وانا بفرد العجينه في الصواني ما تضايقنيش وتبقى مظبوطه. محضره معايا بقى كميه من الصواني ودهناها بالزيت. هجيب بقى قطعه على قد الصينيه كده وافضل الم فيها واعملها زي الكره كده واسيبها. هسيبها بقى على بال ما ترتاح شويه، واكون بقى اوريكم المقادير اللي معايا. طبعا معايا جبنه موتزاريلا، معايا طبعا زيتون مخلي، طماطم، فلفل، طرنشات،
وطبعا الصلصة الأساسية والإيه واللحمة المفرومة. خلاص كده فردتها، وابدأ بقى اعملها بالشوكة من كل حتة، واكون قايدة الفرن، حطيتها حوالي مثلا 3 4 دقايق في الفرن لغاية ما علت، وبدأت احط لها الصلصة. خلي بالكم الخطوة دي يا جماعة اهم حاجة، قبل ما تحط لها الصلصة دخلها في الفرن حوالي 3 دقايق، وارجعي بقى اتعاملي معاها، حط لها بقى الصلصة، حط لها جبنة الموتزاريلا، اللحمة المفرومة زي ما انت شايفة كده. بعد كده بقى احط طرنشات فلفل، طرنشات طماطم، جبنة موتزاريلا، وفي الاخر خالص على الوش هيبقى الزيتون. وطبعا زي ما هعمل كده في اول صينية هعمل كده في كل الصواني. ما بتاخدش اي حاجة خالص في ايديك وبتفرح الاولاد. طبعا دي الصواني كلها اللي انا عملتها، عملت وريتكم بقى قبل التسوية اول ما خلصت، ودي بعد التسوية. ايه رأيكم بقى في البيتزا؟ في البيتزا ما خدتش معايا اي وقت ولا اي مجهود، وفرحت عيالي وفرحت جوزي باقل وقت واقل مجهود في البيت. هتروح تشتريها من بره، هتشتريها طبعا باسعار مهوله. هتجيبي بيتزا زي اللي انت شايفاه دي بحوالي 70 80 جنيه. طب ليه؟ انت ممكن لو عملت كل ده مش هيكلف معاكي كتير، يعني ده حق بيتزتين مش هيكلف كتير معاكي، وهتفرحي اولادك، وتغيير عن الاكل. يعني انت ممكن تجيبي جوز فراخ وتعمليه مثلا في الاكله، لا انت ممكن مثلا تاخدي الصدور بتاعهم، الصدور بس، وبحوالي كيلو دقيق وشويه خميره، ومش ياخدوا في ايديك اي حاجه، ونص كيلو جبنه موتزاريلا، وهتعملي احلى كام بيتزا. دي كان معانا 2 4 5 بيتزات، وهتاكلهم بالف هنا وشفا. لو عجبكم بقى البيتزا ما تنسونيش في اللايك يا جماعه عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. ان شاء الله النهاردة هعمل طاجن رز معمر زي ما انتوا شايفينه كده. هتعرفهم اسباب فشل طاجن الرز المعمر. يعني في ناس بتعمل الرز المعمر وتلاقي الوسطانية دايما مش مستوية، لان الطاجن مثلا تخين فمش بيوصل للرز كله. فتابعيني وعرفي طريقتي وهيطلع معاكي احلى رز معمر ان شاء الله. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الاساسي معانا هو الرز. اول حاجة بتختاري الطاجن اللي انت حابه تعملي فيه، ده اول حاجه. يعني انت مثلا عايزه تعملي في طاجن صغير، عايزه تعملي في طاجن كبير، انت وراحتك. بتختاري المقاس اللي انت حباه الاول علشان تقدري تعايري كميه الرز اللي انت حباها فيه. خلاص نسمي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول كوبايه، ودي التانية، كده تلاتة، أربعة، كده 5 كوبايات، كده خلاص كده 6 كوبايات رز. اهم حاجة انك تعايري الرز في الطاجن عشان ممكن تعملي شوية كتير ويطلع الرز فيه مش مستوي. لازم يبقى فيه براح، لازم يبقى تلت الطاجن فاضي. خلاص ماشي، غسلته وهنقعه واسيبه حوالي مدة ساعة.
خلاص هسيبه لمدة ساعة. لازم تنقعيه عشان يستوي منك كويس في الفرن. بعد ساعة صفيته من المية زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا بقى ايه، معلقة ملح ومعلقة سكر. خلاص ليه بحط سكر؟ السكر ده بيديله يعني بيسكر اللبن، بمعنى اصح مش فيه لبن كده بتيجي تشتريه تشربيه تقولي ده مسكر الله ده جميل، وفي لبن بتشربيه بتحسي ان هو مش طعمه مش كويس، تحسي ان هو حادق. فمعادلة السكر مع الملح بتخلي الرز المعمر طعمه رائع. طبعا انا معايا لبن بقى وغليته، هعاير بقى زي ما عايرت 6 كوبايات رز. هعمل ايه بقى؟ هحط لهم 5 كوبايات لبن، واللبن اكون غلياه ويكون سخن، واحط لهم كوباية مية سخنة. ادي كده 2 كوباية لبن، كده 3، أربعة، خمسة. خلاص كده 5 كوبايات لبن اهو. هجيب بقى 1 كوباية مية سخنة. طبعا انا علقت على ال بقول علقت شغلت الفرن وشغلت الشواية بقاله حوالي 10 دقايق عشان يسخن قوي، علشان الرز ينجح معاكي على طول. اللبن يبقى مغلي ويبقى سخن خالص، والميه اللي هتحطها تبقى سخن، والفرن كمان يبقى سخن، يقوم بقى الرز ده على طول ويحمر بسرعه وينشف بسرعه. خلاص كده حطيته في فرن البوتاجاز اهو، مشغله الشوايه زي ما انتم شايفين، ومشغله الفرن على اعلى حاجه، وبعد شويه بدأ يحمر زي ما انتم شايفين كده. الجنب بقى ده هقوم جاي الفه الناحية التانية زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد شوية زي ما انتوا شايفين كده اعمل وش ما شاء الله بقى جميل خالص وكمان نشف. هطفي بقى الشواية وهعمل ايه كمان؟ واطلعه من الفرن. ليه؟ علشان انا عندي سمنة بلدي هعملها فيه. لو كان عندي قشطة كنت قلبت القشطة في الرز وكنت حطيت على الوش كمان شوية، لكن ما دام عندي سمنه بلدي خلاص بقى استغنيت عن القشطه، مش مشكله، السمنه البلدي بديل القشطه يعني. حطيت سمنه بلدي على البوتاجاز عشان تسخن. على بال ما تسخن بقى بعمل ايه؟ بدخل بوز السكينه ده وبرفع الرز من تحت، برفع الرز من تحت عشان الوسطانيه تستوي كويس، لان دايما تلاقي الوسطانيه ماسكه ببعضها وتلاقيها محصرمه كده يعني ناشفه مش مستويه، فانت اما تفرفريها كده تاخد راحتها بقى في السوا. اما حطيت 3 أو 4 معالق سمنه بلدي وشويه زيت معاهم عشان يفرفروا برضو الرز ويخلوه بيلمع سخنوا خالص اهم، حطيتهم بقى على الرز زي ما انتوا شايفينه كده، وهبدا بقى ان انا اغطيه واحطه في الفرن. وطبعا اوطي بقى ايه نار الفرن، اوطيه خالص علشان الرز ما يتلهفش مني ويتهدر مني، وهسيبه بقى براحته خالص. هبص عليه كمان مثلا حوالي ساعة الا ربع واطلعه وادوقه، لقيته مستوي ولقيته بسم الله ما شاء الله جميل، كان تحفة بالله 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 كان تحفة. جربي الطريقة دي مش هتندمي. اروع طاجن رز معمر تاكليه، يكون بيكون اللبن دسم ويكون حاطه فيه قشطه او سمنه بلدي. ما تنسينيش بقى في اللايك عشان يوصلك كل فيديوهاتي. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما تتفرجي على الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله النهاردة هعمل فراخ مشوية زي ما انتوا شايفين كده، بس مش هعملها على الفحم، هعملها في قلب فرن البوتاجاز. ازاي بقى هعملها في فرن البوتاجاز؟ هعملها بطريقة سهلة خالص وخفيفة، وكمان طعمها هيكون زي الفحم وطعمها جميل جدا بصراحة ورائع،
ممكن الفراخ المشوية دي تعمليها جنب رز بسمتي زي ما انتوا كنتوا شايفين كده امبارح، كنت عاملة طريقة الرز البسمتي وجنبها الفراخ. نشوف بقى المقادير معايا. بصلتين كبار زي ما انتوا شايفين كده، دعكهم بملح وفلفل، ومعايا توم دقاق، ومعايا كمان فلفل اخضر، ومعايا قرن شطيطة احمر مقطعه، وكمان طماطم مقطعه، وده فنجان خل، وكمان معايا زيت. والاساس في الطريقه هي الفراخ طبعا، معايا فرخه شوفوا بقى هبدأ اعمل ايه. هنزل الثوم على البصل، البصل اللي انا دعكاه بملح وفلفل اسمر، واقلب بقى البصل مع الثوم، وكمان هنزل بقى بالفلفل وقرن الشطيطة. احنا بنحب الشطة وبنحب البصل في اغلبية الاكل بتاعنا. كمان هحط الطماطم عليهم، بقلب كله ببعضه كده. البهارات بقى اللي انت حابه تحطها حطيها. عندي طبعا فلفل اسمر وبابريكا وملح وكركم، بحطي شوية كركم برضو معاهم بيدي لها لون حلو. والكركم عامة مفيد يعني للعظام، فحلو انك تستخدميه في حاجات كتير. وفنجان خل، وكمان ورق لورا، وحبهان. اقلب كله مع بعض. طريقة سهلة خالص وبتطلع طعمها رائع بصراحة، بتبقى جميلة جدا. هعمل ايه بقى؟ هاخد كمية من اللي انا عملتها كده في طبق واشيلهم على جنب. خلاص، والكمية التانية دي بقى بوزعها كده في الصينية كويس. اخد بقى الصدر زي ما انتم شايفين كده، بفتحه بالسكينه، زي ما عملت في الصدر هعمل برضو في الورك. الفتحات ديت ليه؟ اولا بتحطي التتبيله فيها بتخلي طعمها حلو، بيوصل للحم من جوه. تاني حاجه بتخلي شكلها جميل، يعني بيبقى شكلها مختلف عما تكوني مثلا سلقاها ومحمراها، ما بتقبش انت عامله لها الفتحات دي، تغيير في الشكل وكمان في الطعم هتبقى احلى. هبدأ بقى احط الخلطة دي في الفتحات زي ما انتوا شايفين كده، وكمان احط تحت الجلد، وكمان من فوق من كله ومن تحت، تبطنيها من كل ناحية علشان تشرب من التتبيلة دي وتبقى طعمها اكتر من رائع. الانسان بطبعه بيحب التغيير في الاكل، بيحب التغيير في الحياة، بيحب التغيير في كل حاجة. فمش كل مرة هتسلق الفراخ وتحمريها، ومش كل مرة هتعملها برضو بالطريقة دي، ومش كل مرة هتشويها على الفحم. الانسان بيغير، مرة بيعمل كده، مرة بيغير بيعملها كده، مرة بيعملها مسلوقة، مرة يعملها مشوية في الفرن، مرة يشويها على الفحم، مرة يعملها كنتاكي. التغيير مطلوب في حياتنا، في الأكل وفي الحياة وفي المعيشة وفي كل حاجة. طول ما انت بتجددي وبتغيري هتحسي انك عايشة، وطبعا بتبعدي الملل عنك.
الحكاية مش حكاية تغيير في الأكل بس، لأ في كل حاجة والله. خلاص كده بقت جاهزة. هبدأ أعمل ايه بقى؟ هلفها بالاسترتش زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا هعينها في التلاجة لمدة يعني على الأقل خالص 3 4 ساعات. أنا كنت عاملاها كده من بالليل. طبعا كل ما تتبلي الفراخ وتسيبيها في التتبيلة اكتر ساعات ممكنة، كل ما تبقى اطعم واحلى. يعني الافضل انك تعملي كده من بالليل. انا عملت كده من بالليل وعينها بقى في التلاجة، وتاني يوم هطلعها. وطبعا قبل ما احطها على البوتاجاز تاني يوم اكون شايلاها قبلها بساعتين، ما احطهاش على البوتاجاز ساقعة، لا هكون طلعتها من التلاجة وسبتها ساعتين بره عشان تاخد مثلا حرارة الغرفة. خلاص دي بقى كوباية مية، عشان كوباية المية دي بقى اللي هتسوي الفرخة بيها. طب ليه بقى ما بطلعش من التلاجة وحطها على طول على البوتاجاز؟ لو عملت كده هتكش جامد، فلحمة هتشويها، فراخ، اي حاجة من الحاجات دي، حتى لو هتشوي على الفحم لازم تطلعيها قبلها بساعتين علشان تاخد حرارة الغرفة ما تكشش معاكي. هبدأ بقى اغطيها بورق فويل زي ما انت شايفة كده، وطبعا هقيد عليها البوتاجاز وتغلي غلوتين على ما اسخن لها بقى الايه الفرن، على بال ما اقيد الفرن، فرن البوتاجاز يعني. خلاص كده ظبطت ورق الفويل عليها وقيت البوتاجاز كمان عشان تاخد ايه غلوتين على البوتاجاز. هفتح عليها بقى وابص عليها كده، لقيتها بتغلي زي ما انت شايفه كده، شويه بتغلي. ورق الفويل ده بصراحه جميل جدا في تسويه الفراخ. إيه ليه بقى؟ اما تيجي تحطيها في الفرن بدل كل شويه تقلبيها من ناحيتين لاتنين عشان تستوي من الجنب ده والجنب ده، لا هو بيوزع الحراره وبيخلي الحراره تحت زي فوق، يعني بتديلها بتخليها تستوي تحت زي فوق بدل كل شويه تقلبي فيها وتتهرى منك. إيه كده قيت الفرن اهو وحطيت فيها الصينيه، طبعا مش قايده للشوايه خالص، السخونيه هتتوزع عند ورق الفويل من فوق، واي قطعة هتبقى سخونيتها من تحت زي من فوق بالظبط. ايه انا كنت مهدية النار، شايفين شايفينها بتبقبق بس طبعا مش معلية، لو كنت معلية كنت هتشوفها ان هي بتغلي جامد. انا قايتها على نار هادية خالص عشان يبقى طعمها احلى. كل ما الاكل بتسويه على نار هادية اذا كانت التسبيكة او الخضار او الفراخ بيطلع الاكل طعمه جميل وبيطلع تحفة. كده بقى شلت الورق الفويل وقلت لها الشواية لانها بدأت تنشف والصوص بتاعها بدأ بقى ان هو يبان. حطيت فحم على البوتاجاز زي ما انت شايفة كده، وخلاص كده خدت اللون اهيت الفراخ، ما قلبتهاش ولا من فوق ولا من تحت ولا اي حاجة، وحطيت بقى الفحم زي ما انت شايفاه كده في قلبي طبق صغير، واحط له بقى نقطة زيت. خلاص واغطي بالورق الفويل واحكمها كويس. خلاص كده واسيبها حوالي ربع ساعة تشرب من الفحم بتاعها، وابدأ اقدمها في الطبق زي ما انتي شايفاه كده. إيه طعمها تحفة جدا، إيه جميلة بصراحة. تغيير مش كل مرة زي ما قلت لك كده تسلقي وتحمري، لا غيري. إيه طعم الفراخ ديت كان جميل جدا واكتر من رائع. لو عجبتكم بقى، لو جربتيها وعجبتك ما تنسينيش بقى في احلى كومنت منك. واما حاجة قبل ما تتفرجي على الفيديو ما تنسيش اللايك عشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. إن شاء الله النهاردة هعمل الكبدة الإسكندراني وهقدمها بكام شكل، وهضيف عليها تركية كده من عندي، يا رب تعجبكم. المقادير هتبقى أهم حاجة والمقصود بها نص كيلو كبدة، دي الخطوة الأساسية يعني، وهقدمها في السندوتشات كده زي ما انتوا شايفين. أول حاجة معايا نص كيلو كبدة ومعايا ليمونتين، وحاطة الكبدة حطاها في مصفى ما غسلتهاش، أهم حاجة ما تغسلهاش، لو غسلتيها هتبقى طعمها زفر جدا وهتبقى مجلدة كمان وهي بتستوي. بعصر عليها الليمون وبحط تحت المصفى طبق كده عشان اللي ينزل من الكبدة أول بأول ينزل فيه، وأقلب الكبدة بالليمون. وهعمل ايه بعد كده؟ هسيبها على جنب حوالي نص ساعة تنزل بقى كل اللي فيها، دي الخطوة الأساسية. خلاص هسيبها نص ساعة، وبعد كده فضيتها في طبق زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا بصلتين كبار مخرطاهم، احنا بنحب البصل جدا، فلفل وقرن شطة، طماطم مقطعة، توم مهروس، التوابل اللي عندي بقى ملح، كمون، فلفل، دي بابريكا ودي كزبرة. انا بما ان انا مقطعة قرن شطة مع الفلفل يعني، ما حطيتش شطة بودرة. معايا معلقتين سمنة بلدي ومعايا معلقة زيت على البوتاجاز يسخنوا كويس جدا، وتسيح بقى السمنة. ابدأ بقى ان انا انزل البصل فيها بعد ما السمنة ساحت وسخنت والزيت، وافضل بقى اشوح واقلب في البصل. انا عايزة البصل ده يدبل مش يحمر، اهم حاجة ان البصل يدبل، وافضل اقلب من وقت للتاني عشان الجناب ما تحمرش ويبقى الباقي لا، تحس ان هو هبط وشكله اتغير. انزل بقى بالفلفل والقرن الشطة واقلب كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين، وافضل اقلب من وقت للتاني عشان ما فيش حاجة مني تحمر وتتحرق، اهم حاجة الجناب. خلاص بقى اجيب الطماطم وانزلها عليهم زي ما انت شايفاها كده، واقلب كلهم مع بعضه واسيبهم لغايه ما تبدا ان تلاقي الطماطم كده نزلت ميتها وبدات تحس انها بتسبك وبتغلي وبتنشف. خلاص هفضل اقلب برضو، اهم حاجه ايديكي دايما في الحاجه اللي على البوتاجاز. هنزل بقى كل ده في قلب طبق، واجيبي الطاسه فاضيه وحطي فيها حوالي نص معلقه زيت، حاجه بسيطه كده هتسخن، وانزل الكبده عشان اديلها صدمه. خلاص نزلت الكبده اهو، وافضل اقلب في الكبده من وقت للتاني لحد ما اغير لونها خالص. جربي الطريقه دي هتعجبك والله، جميله جدا، كانت تحفه. بفضل اقلب فيها زي ما انت شايفه كده لغايه ما كلها تغير لونها. هجيب طبق اللي فيه البهارات وانزله بقى كله كده على الكبده، وابدا اقلب الكبده بقى كله في البهارات والتوابل زي ما انت شايفه كده، علشان الكبدة تشرب من البهارات والتوابل وهي على البوتاجاز. اهم حاجة افضل اقلب فيها كويس، هجيب بقى التوم
واقلبه في الكبدة برضو. في ناس بتشوح التوم الاول وترجع تحط عليه الكبدة، مش هيبقى طعمها حلو زي الطريقة دي. جربي الطريقة دي هتعجبك جدا. كده بقى الكبدة هتشرب من التوم والتوابل. هجيب بقى فنجان خل، ده خل مش مية، وهقلب بقى كله وهقلب كويس عشان الكبدة تشرب من التوابل والخل. واجيب بقى غطا واغطي عليهم واسيبهم شوية، وبعد شوية ابص عليها الاقيها بتغلي. هبدأ بقى اجيب الطماطم والبصل والفلفل اللي كنت حاطاه في الطبق وانزل كل ده على الكبدة واقلب بقى كويس. هغطي بقى الكبده بقى والحاجات دي كلها واسيبها على البوتاجاز شويه، وابدا ابص عليها تاني الاقيها لسه ما نشفتش. اشيل بقى الغطا كده، خلاص استوت. افضيها بقى في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تقدميها كده قدميها، عايزه تقدميها بطريقه تانية وعندك جبنه موتزاريلا في البيت تعالي وانا اقولك تقدميها ازاي. انا كان عندي شويه جبنه موتزاريلا وعندي عيش طويل، فتحت العيش الطويل وابدا احط بقى الكبده في العيش. جيب معلقه احط الكبده كده زي ما انت شايفه، حطي بقى عليها جبنة موتزاريلا. اظبط بقى الطبق كده وحطي بقية الجبنة الموتزاريلا على الكبدة، وهقيد الشواية على الاتنين. واهم حاجة ابعدهم عن الشواية، ما اقربهمش عشان العيش الحوافي بتاعته ما تنشفش. خلاص، وده كان الشكل النهائي للكبدة بالجبنة الموتزاريلا. كان طعمها تحفة جدا، جربها مش هتخسري اي حاجة. ما تنسيش بقى اللايك، اهم حاجة اللايك، هو ده اللي هيوصلك منه كل جديد. اهتمي باللايك. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل النهاردة كروكيت البطاطس من غير لحمة ولا فراخ. هنشوف بقى هنعملها ازاي. المكونات بسيطة خالص، كلها موجودة في البيت، وهي المكون الأساسي بتاعها هي البطاطس. مكوناتها بسيطة خالص، هتبقى بطاطس، بيض، فلفل، بصل، حاجات بسيطة يعني كلها موجودة في البيت. يلا بينا مع البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. أول حاجة جبت حلة زي ما انتوا شايفين كده وحطيت فيها مية انها تغلي على البوتاجاز. طبعا كنت غسلت البطاطس ومحضرها، وجبت توم دقيته بقرن فلفل وهنزل بيه بقى على المية لما تغلي. زي ما انتوا شايفين كده هنزله في قلب المية. توم مدقوق يعني مش مقشراه، لان هسلق البطاطس. اول مرحلة طبعا ان انا هسلق فيها البطاطس. عشان اسلق بقى البطاطس عشان يكون طعمها كويس، بدق توم بغسله وبدقه مع قرن فلفل او قرن شطيطة، وادق معلقة ملح واحط له كمان معلقه ملح في الميه زي ما انتوا شايفين كده. هحط ايه كمان؟ هحط كمون، احط معلقه كمون زي ما انتوا شايفين كده واقلب. واللي عايزه تحط شطه تحط شطه، ودي شطه برضو.
حسب الرغبة يعني، عايزة تحطي شوية صغيرين، عايزة تحطي كتير، مش عايزة تحطي خالص، وتستغني عن الشطة أصلا براحتك. هسيبها بقى تغلي كام غلوة كده. خلاص كده غلت اهي، جبت بقى البطاطس اللي انا غسلاها، البطاطس دي صغيرة فما قطعتهاش، هسلقها بحالها. خلاص بحطها اهوت في الطم في ال سوري في المية عشان تاخد بقى كام غلوة كده، وما تغلي طبعا هوطي عليها لغاية ما تتسلق. خلاص كده غطيها بقى، وما تتسلق هصفيها واقشرها، وزي ما انتوا شايفين كده وهرستها كمان. شفتوا السرعة؟ كل ده عملته ازاي بسرعة؟ خلاص هرستها، بجيب بقى بيضة زي ما انتوا شايفين كده على فلفل اسود، شوية ملح وبربهم، وهنزلهم على البطاطس. خلاص هقلب بقى كله ببعضه كده. بعد كده بقى هجيب معايا ايه اهم حاجة والاساس، 3 معالق دقيق. تجيبي بقى البهارات اللي انت حباها كلها، بس اهم حاجة يكون في 1/2 معلقة بودر، ويكون في الكزبرة الناشفة والدقيق، ده اساسي. بعد كده بقى احط الملح، الفلفل، الكمون، الشطة، 7 بهارات، بابريكا، اي توابل انت حطيها زي ما انت حباها، توم بودرة، بصل بودرة، اي بهارات بتحبيها في اي اكل حطيها، وتقلبي بقى كله كويس كده. بكون معايا بصلة مبشورة ومصفياها من المية، وخضار كزبرة خضراء، ومعايا برضو فلفل احمر واخضر، عندك احمر بس حطي، عندك اخضر بس حطي، المتاح موجود حطيه. هقلب بقى كله في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. اقلب كويس بقى وهعجنها بقى، اخلي المكونات كلها تتجانس مع بعضها. هفصل وارجع لكم تاني. خلاص كده ورجعت لكم، عجنتها كويس عشان كله يبقى متماسك مع بعضه، وجبت طبق كبير، وهجيب كمان شوية زيت في طبق زي ما انتوا شايفين كده عشان ادهن ايدي من وقت للتاني وانا بصبع الكفتة عشان ما تلزقش في ايدي اهو. واخد قطعة واصبح. خلي بالكم عشان المرحلة تكون ناجحة، تكون ناجحة معاكي لازم تكون البطاطس باردة، يعني تكوني سلقتيها وسبتها ما بردت خالص، بعد ما بردت حطيتها في التلاجة مثلا حوالي ساعة، تكون متماسكة وانتي بتصبعي وتبقى كويسة معاكي الافضل يعني. هي بتاخدش اي وقت خالص، وكل مكوناتها موجودة في البيت، وتغيير في الاكل، حطيها بقى في عشاء جنب الاكل مثلا بتبقى جميلة. حبة مثلا تعملي رز حباية وحباية، رز بالشعرية، وتقلي جنبها الكركتة البطاطس ديت والسلطة، وتسلق بيض اللي انت حباه اعمليه. عايزة تاكلها بعيش بس جنب العشاء ماشي. خلاص كده خلصتها صبعتها كلها، هعمل ايه بقى؟ هجيب برضو بيضة وعلى فلفل اسود واقلبها. ومعايا المية بتاعت البصلة اللي انا كنت بشرها، هقلب بقى ده على ده. لو انتي حابة تعملي كمية اكبر من اللي انا عملتها في البطاطس، حسيت يعني المية بتاعت البطاطس، المية بتاعت البصل سوري، هتبقى قليلة، ممكن تضيفي شوية لبن. ده دقيق، ودوت خلطة كده بعملها بديل الفيجيتار، بعمله في البيت انا. هنشوف بقى احنا هنعمل ايه مع بعض.
خد كده كفتة، كفتة البطاطس دي خد منها واحدة وحطها في الدقيق الأول، وابدأ أشيلها بقى أنفضها من الدقيق وحطها في البيض ومية البصل، وأشيلها أحطها في الفيجيتار. ان شاء الله هعمل معاكم طريقة عمل الفيجيتار في البيت، ما بتبقاش مكلفة زي ما انتي بتشتريه من بره بإذن الله. هجيب برضو صباع تاني احطه برضو في الدقيق الاول، وارجع انفضها من الدقيق واحطها في البيض، واطلعها واحطها في الفيجيتار، وهكرر كده كل البطاطس اللي معايا. الافضل لما تكوني ناويه مثلا هتعمليها هتتعشوا بيها، ممكن اول ما تقوم الصبح تسلقوا البطاطس وتهرسيها وتسيبها تبرد وتحطها في التلاجة، وتيجي على بالليل بقى تبدأي بقى ان انت تحط لها المكونات وتصبعيها وتظبطيها وتغلفيها وكله، وتحطها بقى في الفريزر ساعة عشان تتماسك قبل ما انت تحمريها على البوتاجاز عشان ما تفكش منك وتبقى كويسة بإذن الله. بنفضه اهو زي ما انتوا شايفين كده، تبقى طعمها جميل والله. هخلص بقى الكمية دي كلها زي ما انتوا شايفين كده وهرجع لكم تاني. كده خلاص انتهيت من الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، وكمان كنت حطيتها في الفريزر حوالي ساعة. هجيب بقى طاسة زي ما انتوا شايفين كده واحط فيها كمية من الزيت، ولا قليلة ولا كتيرة، وسط، وهستنى اما الزيت ده يسخن، اهم حاجة يبقى الزيت سخن. وخلي بالك البطاطس دي ما ينفعش تقليها في مقلاة تيفال، لان التيفال يعني بيقلل من درجة الحرارة، لكن الاستانلس بيزود درجة الحرارة، وبعد الاستانلس الالومنيوم، يعني تقلي الام في طاسة استانلس الام في الومنيوم. انا بحاول ان انا ابعدهم عن بعض زي ما انتم شايفين كده عشان اما اجي اقلب بكل سهولة وما تبقاش الواحدة لازقة في التانية. هستنى طبعا لغاية ما تحمر وابدأ اقلبها طبعا على الناحية التانية. اوعي تقلبي، اوعي تقلبي الصابع وهي لسه ما نشفتش او احمر عشان ما تفكش منك، خلي بالك وانت بتحمري. لو اتبعتي الطريقة دي بالظبط هتطلع معاكي ناجحة 100%، جربي وان شاء الله هتدعيلي. قلبت واحدة لقيتها لسه ما احمرتش، فقلت لا اسيب التنين شوية. بدأت اقلب اهي، بعدها لقيتها نشفت اهي زي ما شايفين كده، بدأت ان هي تحمر خلاص. استنى بقى لما تحمر برضو اهي،
زي ما انتم شايفين كده، وابدا بنا ان انا اشيلها، واحضر طبق واحط يعني مناديل، واطلع بقى كده بالمقصوصه واصفي كويس من الزيت. طبعا هتشيلي بقى الكميه دي وتحطي غيرها وهكذا. هخلص بقى الكميه كلها وهرجع لكم تاني. خلاص كده خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. ودي بقى طريقه عمل الكروكيت البطاطس من غير لحمه ومن غير قطع فراخ ومن غير اي حاجه. ان شاء الله جربوها تعجبكم باذن الله. زي ما انتم شايفين كده ما خدتش وقت خالص، ومن بره مقرمشه ومن جوه طريه، وهتلاقوا طعمها كويس جدا وهتعجبكم ان شاء الله. لو عجبتكم بقى الطريقه ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واحلى كومنت منكم. مع السلامه.